يا جماعة الموهبة بتفضل كل جوه كل واحد فينا لحد كده ما تعافر وتطلع وتخرج للنور. ده اللي حصل معانا مع سمر رأفت من وهي صغيرة، بتحب جدا الرسم وكمان بتحب الفن التشكيلي كده يعني بشكل خاص، وبتحب ترسم بقى على الإزاز وعلى الأخشاب وعلى حاجات تانية برضو مختلفة، ومن ضمنها الرسم على الوجوه. هنعرف بقى منها يا ترى الموهبة دي كمان إزاي نمتها وحبتها بشكل أكبر من سمر رأفت. إزاي كسمر؟ إزاي كمان؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. منورانا. كويسة؟ الحمد لله. طيب الحمد لله. احكي لنا الأول جات لك الفكرة إزاي إن أنت ترسمي على الوشوش؟ جات لي الفكرة، أنا كنت برسم أول حاجة بدأت أرسمها وأنا صغيرة الرسم عادي بالقلم الرصاص على الورق العادي. فكنت بجرب في كذا حاجة، ومنها كان البورتريه اللي أنا جربته، بس الموضوع ما كنتش حاسة خالص إن أنا حابة الموضوع، يعني كنت برسمه بحس إن أنا مضطرة إن أنا أعملها. يعني لما حد يطلب مني أنا عايز رسمة فلانية، ساعات كنت بعملها ساعات كنت بحاول اطفشهم بصراحه، عشان كان يعني ما كنتش ببقى حاسه الموضوع، هو انا بنقل الصوره زي ما هي بالظبط، مفيش فن، مفيش اي حاجه، يعني بحس حتى مش من حقي احط الامضاء عليها. ان انا بنقل الصوره اللي المصور صورها، بس مش سهله برضو على ما اعتقد، يعني انك ترسمي حد بتفاصيله بشكله بتفاصيل يعني شكله مش حاجة صعبة يعني، بس تدريب الممارسة. يعني أنا بعرف أرسم بورتريه بس مش حباها قوي. وعشان أنا مش حباها طبعا ما عدتش أجرب فيها كذا مرة، فمش بروفيشنال طبعا فيها. طب أنت ما فكرتيش أن أنت تنمي الموضوع أنك ممكن تدخلي فنون جميلة مثلا؟ أنا كان نفسي طبعا أدخل فنون جميلة، بس أنا كنت عايشة في السعودية. تمام. فعلى ما كنت جاي المفروض على اخر سنتين هنا وعلى الجامعه، ما كنتش عارف النظام قوي، فكنتش عارف ان في امتحان قدرات قبلها. تمام. فعلى ما عرفته كده كنت اتاخرت وتنسيق وكده، فاضطريت طبعا ادخل طب اسنان. طب اسنان. طيب دي حاجه كويسه برضو، دي فيها فن. هايل والله لحد ما. يعني. طيب قولي لي يا سمر، انت بتستخدمي ادوات ايه في الرسم عموما؟ يعني على حسب الحاجه اللي برسم عليها، يعني لو قماش لازم الوان قماش. كل حاجه ليها الوانها المخصصه ليها يعني. بالظبط. اوكي. طب والرسم على الوشوش بياخد منك وقت قد ايه تقريبا؟ هو على حسب يعني، بس يعني هو 5 ساعات 6 ساعات بس كله. مش على الوشوش. لا يعني انا لو هرسم البتاع كامله بالخلفيه باللبس كل حاجه. اوكي. ايوه في الاخر لوحه يعني، فالحاجات دي اللبس وكده بتاخد وقت كتير. انت بتعملي لوحه تشكيليه على البني ادم. على البني ادم كله. صح. بدل ما ارسمها بالرصاص او بورتريه برسم على الشخص وبصوره. يعني انت مش بتعملي زي الرسومات التقليديه العاديه على الوش اللي هي ميكي وبطوط مش الحاجات دي؟ لا لا لا، هي كاني ماسكه لوحه وبرسمها في الاخر بصورها من وجهه نظري. بس دايما انا باخد اللي هو الحاجات بتاعت الاطفال هي النمر والاسد، عارفه الجو. يعني خديني على قد عقلي. الصوره دي ايه؟ كلمينا شويه عن الصور دي. دي صور ناس اصحابي كنت بجرب عليهم الموضوع. كانوا متقبلين قوي الوضع يعني. دي اكتر واحده تعبت معايا بصراحه في الموضوع. بس الشغل ده كله ما فيهوش اي حاجه فوتوشوب؟ لا. هو بس بظبط الإضاءة بس. إضاءة. طيب بس انت مفيش مسج ورا الرسومات دي؟ يعني مفيش، يعني أنا بحاول أوصل بيها إحساس معين. يعني إيه مثلا؟ دي إحساس إيه اللي عايز توصلي بيها؟ اللي فاتت مثلا وهي ماسكة الفرشة ده جبل ده ولا إيه؟ دي مثلا عايزة توصلي بيها إيه؟ مش كل اللي مش عارفة أوصف لك الإحساس. حزن، حيرة، اكتئاب، عمق ممكن نقول. يعني احساس مش هقدر اوصفه. أوكي. بس اللي هو يشوف الصوره يحس بيها. يعني انت عندك التعبير اكتر، عندك بتعرفي تعبريه من خلال الرسومات، انت محترفه. بجد والله يعني. برافو عليكي. طيب انت بتختاري الاشخاص دول ازاي؟ يعني انت بتختاري الشخص اللي هترسمي التابلوه عليه ازاي؟ طبعا انا دلوقتي بيشدك في حاجات معينه مثلا؟ انا دلوقتي انا بختار الناس اللي انا عايزه ارسم عليهم، يعني مثلا في فلانه انا هتقدر تديني. لا ثانيه واحده معلش، دي رسمه عاديه. ايه ده؟ ده رسمه دي رسمه عاديه بس حلوه قوي. كانه في الميه، كانه واقع في الميه. حلوه قوي قوي دي بجد. دي الوان زيت. كملي لي بقى. دلوقتي عشان انا برسم وبحط الصور عندي على البيج، فبختار يعني ناس معينه، مثلا حد هيقدر يديني احساس حزن، فانا بختار وشوش معينه هتناسبني في الحاجات دي. تبقى حزينه. لكن بعد كده لما اكبر الموضوع، لو اي حد عايزني ارسم عليه بضطر الاول اقعد اتكلم معاه وافهم شخصيته عامله ازاي، عشان اعرف اديله حاجه هو حاببها او حاجه هو حاسسها. اوكي. بس فدلوقتي انا بختار اللي انا عايزاه. دي جميله قوي دي برضه.
ده رصاص. الفيلة رصاص. ده رصاص. حلو برضو جدا. النمر ما شاء الله برضو جميل. ده رصاص. اه. دي كلها بتختلف طبعا، يعني المواد اللي بتستخدميها في الرصاص او اللوحات اللي هي ابيض واسود دي مختلفه عن الحاجات التانية. كل حاجه ليها حاجه يعني، حتى اللوح بتختلف ساعات الالوان. دي على كمان على الاحذيه. اه ده سبراي بقى ولا ايه؟ لا لا دي الوان عاديه. في بتثبت؟ اه بتثبت؟ بتثبت، وبضطر انا احط لها مثبت لون طبعا. دي جميله قوي. حلوه قوي. اه برافو عليكي. يعني اي يعني انت مثلا جزمك في البيت اللي بتزهقي منها ممكن تغيري شكلها. وملابس كمان دي حلوه بصراحه، بتعملي فيها شغل كويس. اه يا سيدي. دي الوان قماش يعني. الافكار بتجيلك من ايه؟ يعني بتجيلك منين؟ هي مش انا مش افكار، بس انا ساعات بنام بصحى اللي هو انا نفسي ارسم على الهدوم. هي جات لي كده. انت احساسك موديك بيوديك يعني. انا ورا احساسي ماشيه. ما انا عارف ده نحاس يعني. اي حاجه بتيجي قدامي برسم عليها. لا ما انا فاهم يعني، اي حاجه قدامي بترسمي عليها، لكن الرسمه نفسها يعني. انا شفت معاكي اكتر من رسمه، حاجه فنون تشكيليه. اه خيالك هو زي ما يوديكي وقتها، ولا انت بتبقي مقرره ان انت هترسمي الرسمه دي؟ لا هو مش قرار، بس يعني لما بحس ان انا عايزه او عايزه نفسي ارسمها برسمها، بس مش اللي هو انا النهارده ارسم كذا وبكره كذا وبعده كذا. زي ما تطلع يعني. اه زي ما تيجي تقعدي تعملي الحركات. ومش بدي لنفسي وقت في الرسم يعني، مش بقيد نفسي يعني. ممكن تبقى تاخد منك 5 دقايق، ممكن تاخد منك 5 ايام عادي، ممكن سنه سنتين عادي يعني. في لوح عندي في البيت لسه ما كملتش بقالها سنه، بس عادي كل ما احس ان انا عايزه اكمل فيها برسم فيها. علشان ما هم الفنانين كلهم كده يا فاروق. يعني هي يعني فعلا. هي بس بتعمل يا جماعه الحكايه دي علشان بس يعني الروقان. انا بحس ان انا بخرج بره المود من خلال الرسمه، الريشه يعني بتاعتي. هدفي مش هدف مادي خالص. طيب سمر، بصي انا هسالك دلوقتي سؤالين بس، عايزك تركزي كويس جدا. هل الالوان اللي بنتي بترسميها على البني ادمين مضره بالنسبه لهم ولا لا؟ وثانيا بقى السؤال الاصعب، لما بيمسحوا اللي رسمتيه بقى من جسمهم ومن وشهم بيبقى احساسك عامل ازاي؟ نجاوب على السؤال الاول. الالوان اللي بستخدمها هي الوان اكريليك بس مش مضره للبشره. طبعا في بشرات حساسه كده كده، بس ده بنتعامل معاه يعني، بحط يا اما كريم قبلها او كده. بس الالوان مش مضره. بعد كده هي بتتشال على طول يعني. ماشي. الميه كده بتتشال عادي. طيب ولما يجوا يمسحوا شغلك عليهم؟ انا شعوري ايه؟ انا ببقى متضايقه قوي. يعني ببقى نفسي يفضلوا كده. يعني زي شعور لما اللوح اللي عندي او الحاجات اللي عندي في البيت، ناس كتير بتبقى مثلا انا عايز القطعه دي او كده، انا بحس يعني انت بتاخد حاجه مني. فانا بتبقى نفسي تفضل زي ما هي. والله ربنا معانا بقى، تعالي نجرب. تيجي نجرب بقى نعمل حاجه تشكيليه كده على وشي. هترسم على وش فاروق فهنتبسط. يلا بينا. يلا انت بقى، انت عبري بقى عن احساسك بالشكل اللي انت فيه دلوقتي يعني، ولا انت محدده؟ ايه لا مش محدده. مش محدده. زي ما تيجي تيجي. زي ما تيجي تيجي فيا. طيب يعني انت مش عارفه انت هتعملي ايه، ف انت هتعملي الحاجه اللي انت في حاجات باخد بالي منها اللي هي زي الضوء يعني، حتت معينه لازم تبقى منوره عشان الاضاءه جايه عليها وكده. زي اكني برسم اللوحه بالظبط. تحبي تشوفي ايه؟ انا عايزه اشارك معاها والله. طبعا انا خايفه تزعل مني، بس انا هحاول ان انا افضل في مكاني ما اعملش اي حاجه. دي الوان اللي هي دي الالوان الاكريليك. دي الوان طبيعيه بقى. ايه الوان مش مضره للبشره اكيد. طبعا عشان بخاف على بشرتي انا. كنت بحط عليها زيوت برضه عشان ما تبقاش مضره. قول بسم الله. شايفه كده؟ شايفه. ما تيجي قدامي انا. طيب ما تضحكيش. يلا. هتحس وشك ملزق. ملزق؟ حاطط ماسك. ياما عملت علم مصر على وشي رحت الاستاد. تحيا مصر يا اخوانا. تحيا مصر صح. ده لون تركواز يا جماعه. طب ممكن اعمل وش ليكي اكتر كده ولا بني؟ ده بني في تركواز. بني في تركواز. اوكي. انا اول حاجه بحدد الحته اللي المفروض تبقى غامقه. بتعمله كانه كونتور يا جماعه. بالظبط اكني بعمل كونتور عادي. يا سيدي. ايوه والله كنت هقول لك يا سمر اعملي له حاجه كده والله. دي لوحه تشكيليه بقى. طب ايه اللي في دماغك؟ طيب فهميني قبل إيه؟ ولا احنا نكتشف مع بعض؟ احنا هنكتشف. انا مش عارفه انا هرسم ايه بصراحه. طبعا هتعمل الابيض في الحتت اللي المفروض تبان فيها. هتعمل الحاجات البارزه نحط فيها الابيض.
مش كده يا سمر؟ اه عايز نعمل لك دقن ولا لا؟ اي حاجه بقى، فوطه ساقعه فوطه سخنه لو عارفه اللي هو الوش. دي كده لسه ما تحكمش دلوقتي. والله حلويتي يا فارس 3D. لا حلو، في شعر هنا والنبي شيل. حلو. هو انا بقعد اعملها الاول بقى، يعني بخلي البيز كله على الالوان، يعني اللون الطبيعي بتاع البشره متدرج، بعدين ببدا بقى ازود الوان عليه. تمام، هنكتشف مع بعض. طب هل انت مرتبطه مثلا بخلفيه ورايا او حاجه تزود اللوحه دي او تزود الشكل بتاع الوش؟ اه، هو عامه لما باجي بعملها لازم الخلفيه واللبس كل حاجه بتبقى مرسوم عليها. ولازم الشخص يبقى جاي بإرادته كاملة يعني. طبعا هو أنا غصب عني وإرادتي برضه. عامل زي الهنود الحمر، عارفة الهنود الحمر؟ أيوة. بس يا فاروق بقى خلينا نكمل اللوح أهو، في أكتر من كده يومين المطر اللي فات. أنت طبعا ما تقدريش تشرح لنا أنت بتعملي إيه بالظبط يا سمر؟ هو يعني اللي هقدر اقوله. هو انا ممكن اساعدك ارسم معاكي؟ لا خليكي يا رحمه اتكلمي اكتر. على فكره انا فنانه يا فندم، انت عارف يعني. طبعا. حاجات مجسمه. لا يعني احنا عايزين نعرف انت بتعملي ايه. طيب شويه يعني زي ما شرحنا في الاول ان احنا بنعمل كونتورنج، بنشوف ايه الاماكن اللي احنا محتاجين نعمل لها ظل وايه الحاجات اللي تنور. دلوقتي انت بتعملي ايه؟ دلوقتي انا بعمل له دقن يعني بصراحه. بجد بس انا اللي بعمله. لا جبت حاجه جديده يا سمر. بتعملي دقن فعلا؟ طيب كملي في الدقن. ماشي، دقن بشكل مختلف يعني. هي الهدف من الموضوع كله انه انا في الاخر هرسم عليه، بعدين هصورها تطلع كأنها لوحه مرسومه. اوكي، بس انت طبعا بتطلعي حاله او احساس بعد ما تخلص اللوحة. لما اخلص رسم عليه بطلب منه بقى يديني احساس معين. انا اللي اقول لك احساسك يدخل في المود. لا هو يعني انا هقول لك ادخل في مود معين. افرح مثلا. ما عشان كده دي حاجه ماشي. لازم الاول ابقى قاعده مع الشخص وبتكلم معاه. طيب انت اتكلمتي معايا؟ اهو حلو. لا يعني اهو فين بصوت. هي فعلا بتعمل دقن يا جماعه فعلا. يعني احنا مش باينه الدقن. تحس ان انت بتعمل 3 دي صح؟ هي الالوان اللي في ايدك دي يا سمر بترسمي بيها لناس تانية؟ يعني لناس تانية في حاجات تانية يعني في الورق مثلا بترسمي بنفس الالوان دي ولا الالوان دي للوش بس؟ لا الالوان دي للوش بس. بس هي ينفع ارسم بيها اللوح اللوح ورق. الالوان مش على القماش. طب قولي لي يا سمر، انت قلتي لي ان انت لازم تتكلمي مع الشخص قبل ما ترسمي في وشه، ليه بقى؟ عشان افهم يعني هو الشخص. في ناس مثلا كآبه باينه عليها، في ناس تحب حد فريحي شويه. على حسب كل واحد حابب ايه. طب انت ما سالتنيش. في ناس بتحب ما سالتنيش ليه؟ بسالك لما اخلص. بس انا بحاول اعمل حاجه سريعه عشان الوقت. لا بس مش ما كروتكش يعني. طيب ايه الاصعب يا سمر، الرسم على الوش ولا تغمس؟ والله مش مصدقه. لا ما تقطعش عليا يا استاذ باجوري، انا كفايه عليا فاروق. ايوه بيجو بلاش تخش يا قوي كده جوه وش. طيب ايه اصعب، الرسم على الخشب الرسم على الخشب ولا الرسم على الوش؟ يعني الرسم على الخشب والورق والحاجات دي، ايه اصعب حاجه في الرسم؟ اصعب حاجه بعملها اصعب حاجه بعملها الرسم على الخشب والسبرتات وكده، عشان دي بس الوش سهل يعني بالنسبه لي. لكن الخشب وكده بيبقى محتاج دقه اكتر. يعني بدي وش والتاني والتالت لازم في الاخر يبقى كله فلات، عشان دي حاجه تتحط زي ديكور وكده. اوكي، ده احمر اعتقد. ها طبعا انت مش هتيجي يعني ايه ده حلوه. لا فيها والله حلوه. فعلا انا دلوقتي لما ركزت فيها حسيت ان هي حلوه جدا. طيب انا عايز بقى اكبر مناخيري شويه.
طيب كلميني يا سمر عن ردود فعل الناس اللي يعني بترسمي طبعا في لوحات على وشوش الناس وبعدين بتنزليها على البيج عندك على الفيسبوك، ردود فعل الناس بقى عامله ازاي؟ في ناس جميله جميله في ناس كتير قوي بيعجبها الموضوع، بس طبعا في اللي بيقعدوا يتريقوا كده على فكره احنا والله مش والله حلو والله. احنا بنضحك بس عشان متعودين على فاروق والله حلو انتي. بس انا اول مره اعمل حاجه على الهوا كده لا والله العظيم حلوه يا فاروق والله فعلا، بس انت محتاج بعدين ايه هي هتروح على طول يا رب يعني يا رب بتطلع بالميه بس انا عندي شغل هطلع كده في الفقرات التانية ده كلام طيب انت دلوقتي عندك عياده طب اسنان او لسه ما لا انا لسه بدرس لسه بتدرس اوكي عملتي معرض لسه لا. ناوية طيب هتعملي ايه بقى؟ هتبقي عندك عيادة بتاعت أسنان وفي نفس الوقت ترسمي هتعملي ده وده هتعرفي توفقي أنت خلصتي كده؟ لا لا لسه في سبراي وفي قصة بنهركش يا بجوري بص كان من شوية كنا بنتكلم على عملية تجميل هوس المشاهير بالنسبة للناس يعني يعني الناس بقت عندها حب لعمليات التجميل بشكل كبير على فكره جداً. دلوقتي الميك اب بيلعب دور مهم جدا جدا في تخطيط العيوب يعني هي قالت الكونتورنج يا جماعه ده نحت للوش اكيد البنات كلها عارفاه كونتورنج بينحت لو خد الكبير بيصغر بيرفع الخدود بيصغر المناخير كانك عامله عمليه تجميل بالظبط فهي عملت له نوعا ما في الاول في الرسمه عملت له تحديد للخد تحت الدقن وفي الجبين علشان تحدد او تبرز الحاجات اللي هي عايز تبرزها وتعمل ظل في الحاجات اللي هي عايز تعمل فيها ظل. والله العظيم انا فنانه. والله الالوان دي فعلا بتغطي على المشاكل اللي موجوده عند اي حد. لا مش كده. لا يعني بس هي فعلا انا شايفاك لوحه دلوقتي. طب عباره عن ايه؟ يعني انت واصل لك ايه؟ انا واصلني ان انت شخص كئيب يا ساتر يا رب كل ده وكئيب لا 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 بهزر والله عايزه اشوف رد فعلك شخص راسي شخص حكيم لا 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 بجد والله لا لا بجد شخص حكيم شخص بتاخد قرارات بحكمه عندك جانب مظلم في حياتك محدش عارف عنه حاجه في شويه غموض وفي نفس الوقت في ايجابيه كتير جدا في تعاملاتك مع الناس ايه رايكم فيا بجد يعني كل ده يا جماعه يعني في الكنترول بجد انتوا بتوافقوني الراي ولا لا ميار وبجوري انا عايز اعرف رايك يعني كل ده ظهر فيا صح كام يعني انا بقول الحاجات اللي شايفاها انا فنانه ايوه ما انا عايز اعرف وجهه نظرك هو كل واحد بيشوفها من وجهه نظره انا بقول لك في أيوة. جانب مظلم شايفاه ما حدش عارف عنه حاجه هو ده الجانب المظلم هو بص اهو نوعا ما ده الجانب اللي بص ده ديزني اهو جميلة والله اوكي سمر انت لسه قدامك كتير؟ قدامك شوية؟ يعني قدامك شوية طب احنا ممكن يعني يا سمر بصوا يا جماعة يعني هي دي يعني لا هي لسه ما كملتش انا نفسي نخلصها يعني لا نوري لا الناس نهايتها ايه بص انا هقول لاصدقاء انبوكس احنا هنعمل ايه احنا للاسف الشديد علشان فقرتنا خلصت سمر هتكمل الرسم على وش فاروق وهنصوره وهنحط الصوره ان شاء الله على الانستجرام وعلى البيج بتاعتنا على الفيسبوك انبوكس ان شاء الله نشوفكم بكره يا جماعه قولوا رايكم بامان باي باي